قبل أن تغرب الشمس عن سماء الإسكندرية بقليل، فهو المسرح الروماني يتأهب لاستقبال جمهور الحفل الختامي للمهرجان الصيفي للموسيقى والغناء الذي استرد بريقه الفني بعد توقف امتد لعامين بسبب جائحة كورونا. جمهور المهرجان كان على موعد مع فرقة مسار إجباري التي كتبت شهادة ميلادها في الإسكندرية عام 2005. غالبيتهم من الشباب جاءوا للاستمتاع بأجواء المهرجان الذي انطلقت نسخته الأولى قبل نحو ربع قرن في رحاب مسرح تاريخي تأسس في القرن الرابع الميلادي. الاكسبيرينس حلو، بعدين يعني فريق محترم جدا والمكان شكله حلو جدا والترتيب حلو والتنظيم حلو. انا مش اول مره اجي اسكندريه، انا على طول كنت هنا في الشتاء والسنه اللي فاتت دايما باجي هنا، بس انا جاي النهارده مخصوص عشان في مسار اجباري. دايما بيغنوا عن المشاكل اللي الشباب بيحسوا بيها اكتر من ان هم بيغنوا اغاني حب او حاجه تانية. وإلى جانب رسالة المهرجان الفنية، فإن استضافة المسرح الروماني لفعالياته تمنحه بعدا ثقافيا يلقي الضوء على إحدى طبقات التاريخ المصري القديم في الحقبة الرومانية. وزارة الآثار بتحاول تروج للمناطق الأثرية عن طريق فعاليات واستمرار نفس الوظيفة اللي كان بيقضيها الآثر في العصور القديمة مع الحفاظ على الآثار واتباع بعض الإجراءات للحماية. فمثلا مش هنلاقي الجمهور بيقرب ناحية منطقة الآثار وممنوع لمس الآثر أو الصعود فوق منه، في أماكن أخرى مخصصة لجلوس الجمهور، وبكده برضو بنحافظ على الآثر ومن ناحية تانية بنروج للمناطق الأثرية. وبعودة المهرجان الذي يعد واحدا من أشهر المهرجانات الفنية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية، تستعيد الإسكندرية التي يعتبرها البعض عاصمة الفن المصري قديما وحديثا ألقها الصيفي المعتاد. ليل الإسكندرية ساحر كنهارها، وفي كل عام ومع بداية فصل الصيف تتزين المدينة لاستقبال محبيها الذين ينشدون الاستمتاع بجمال شاطئها نهارا وبهاء أمسياتها الفنية والثقافية ليلا، في مشهد يمزج بين حضارة وعراقة تاريخ المدينة ومستقبلها المتجدد. سمير عمر، سكاي نيوز عربية، الإسكندرية.